سادة أعضاء الجمعية، سادة أعضاء الممثلين جمعيات المجتمع المدني، سادة أعضاء اللجان، لجنة القيادة، لجنة التتبع والفريق التقني الجماعي، سادة ممثلي المصالح الخارجية وقطاعات هذا، سادة سيد ممثل السلطة المحلية. في البداية أشكركم على الحضور القيم فهذا اللقاء لكي ندرج في إطار الإعداد لبرنامج عمل الجماعة. هذه المرحلة هي المرحلة الثانية ما بعد مرحلة الإعداد والانطلاقة، هي مرحلة التشخيص التشاركي وتحليل الحالة الرهينة. الهدف من هذا اللقاء أي لقاء إعداد التشخيص التشاركي هو تشخيص الحاجيات والإمكانيات وتحديد الأولويات، كذلك اقتراح حلول لمطالب الساكنة، كذلك بين الأهداف تحديد وتحليل الإشكاليات الكبرى التي تعرفها مدينة تيزويت. كما قال السيد الرئيس أنه هناك خمسة محاور اللي غنقسموها إلى خمسة ورشات. المحاور الأساسية اللي كاينة كما قالهم السيد الرئيس كاين التعمير والبنية التحتية. في هذا المحور كاين محاور ثانوية، انه غادي يكون في هذا المحور المحاور الثانوية المتعلقة بالمدينة العتيقة، التعمير وإعادة تأهيل الإسكان، الطرق والمساحات العمومية، الكهرباء والإنارة العمومية، الماء الصالح للشرب، والسير والجولان. بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بتعزيز تنافسية المدينة والمرافق الجماعية، مجموعة من المحاور المتعلقة بالفلاحة، الصناعة، السياحة، التجارة والمرافق الجماعية ذات الطابع الاقتصادي، مثلا المحطة الطرقية، الأسواق الجماعية والمجازر. بالنسبة للمحور الثالث هناك جمالية المدينة والبيئة، هناك محاور ثانوية متعلقة بتطهير السائل، تطهير الصوت، المساحات الخضراء، الحماية من خطر الفيضانات، كذلك المجال البيئي عامة. المحور الرابع متعلق بالأعمال الاجتماعية والرياضة والثقافة، هناك محاور ثانوية متعلقة بالتربية والتكوين والفن والثقافة والرياضة والشباب، ثم القطاع الاجتماعي والصحة. ثم المحور الخامس المتعلق بالإدارة الجماعية والحكمة المحلية، هناك محاور ثانوية متعلقة بالتنظيم الإداري للجماعة، التواصل، الموارد البشرية، ثم مالية الجماعة. كما قال السيد الرئيس هذا فرصة بالنسبة للمنتدى، الهدف منه أن تكون عندنا واحد وثيقة تشخيص تشاركي اللي كتشمل جميع الإشكاليات الكبرى، انطلاقا من مناقشة في إطار ورشات. وكنتمنى أن هذا المنتدى يعطينا نتائج قيمة اللي غتكون يعني غتكون غتهم إعداد البرمجة والتخطيط اللي جاي في المرحلة الثالثة ديال برنامج العمل، باش أن الجماعة أو المجلس الجماعي في المرحلة الموالية أنه يحدد الأولويات ويتم تقييم هذه الموارد والنفقات التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاثة اللي قال السيد الرئيس أنه دابا حاليا برنامج العمل راه مرتبط ارتباطا كليا بميزانية الجماعة، خصوصا بالنسبة للثلاث سنوات الأولى ديال هذا. وكنتمنى أنه يكون نقاش قيم في ديال الورشات. وبالنسبة للورشات راه كاين مسهلين وكاين مقررين من طرف برنامج، من طرف الفريق التقني ديال الجماعة. وهناك المصالح الخارجية التي غتغني النقاش حول مجموعة من النقاط وحتى بالنسبة للمعطيات اللي كتعلق بالقطاع. وهناك كذلك رؤساء الأقسام ديال الجماعة اللي كنشكرهم أنهم غادي يحضروا وغادي يغنيوا النقاش، وكذلك جمعية المجتمع المدني وجميع المستشارين وجميع الفاعلين المتدخلين في هذا المحور. وكنتمنى لكم التوفيق وشكراً.